بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزيرسيس مات كو ال. المهم في هذه الحصه غادي ان شاء الله غادي نكملوا داك ليكزامان ديال تيفيس تريبني من بالنسبه للميب وجيني الكتريك جيني ميكانيك. غادي نشوفوا يعني نكملوا هذا الامتحان ديال 2020 2021 بعد ما شفنا التمرين الاول والثاني وكنا خدمناه في السبوره. التمرين الثالث عم نحتاجو الشكل بزاف يعني نخدمه هنا وصافي. اذا قال لك سويون ار او اكس واي اون ريفيرونسييل ابسولي، راه مهم ابسولي يعني هذا هو داك الغوبير فيكس. غوبير فيكس دابا شنو هو؟ هو ار. قال لك موني دو لا باز اي جي كا اي ار ان اللي عنده المركز ديالو هو او ان يو ان يو دو وعندو نفس كا، صافي عندو نفس كا مع هاد الريفيرونسييل ابسولي. لو ريفيرونسييل غولاتيف، اذا دابا في التمرين خصك تحدد الريفيرونسييل ابسولي وغولاتيف، هو راه عطاهم ليك انت غير ركز عليهم. دون لوريجين او ان اي اون موفمون ريكتيلين سوغ لاكس او زد. قالك اون دون او او ان عطاك الفيكتور دو بوزيسيون او او ان يعني ما بين المركز ديال ار و ار ان هو ا تي فوا كا او ان اي اون كونستون بوزيتيف اي تي لو طون. هاد ا واحد الكونستون بوزيتيف و تي هو لو طون. قالك اون بلو ار ان تورن اوتور دو لاكس او زد افيك اون فيتاس اونغولير كونستون اوميغا ان تيل كو ركز 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 كونستون اونغيلير شنو اوميغا 1 صافي. هاد اوميغا 1 مالا كونستون تيل كو الفيكتور دو روتاسيون كيساوي لينا اوميغا 1 فوا كا. شنو هي اوميغا 1؟ راه هي الديريفي ديال تيتا يعني تيتا بوان، يعني الا زدت درت لهاد اوميغا 1 ديريفي هي كونستون يعني تيتا دو بوان شحال غيكون الديريفي ديالها؟ زيرو، حيت تيتا دو بوان هي الديريفي د اوميغا 1 واوميغا 1 كونستون، اذا تيتا دو بوان راه هي زيرو. قالك دون لو بلون اوريزونتال او 1 يو 1 يو 2 انتيج تي تورن اوتور دو لاكس او 1 زد افيك اون فيتيس اونغولير كونستون اوميغا 2 حتى اوميغا 2 كونستون تيل كو في اش كتساوي لينا؟ هي اوميغا 2 فوا تي صافي، بحيث ان في هي الزاويه ما بين او 1 و او او حنا نشوفوها في الشكل او او اي لو فيكتور يونيتير بورتي بار لا تيج. قالك اون بوان ام اي اسوجيتي ا سو ديبلاسي سور لا تيج تي اي لي ريبيري دون لو ريفيرونسييل ار 1 بار فيكتور دو بوزيسيون بالنسبه للريفيرونسييل ار 1 هي او 1 ام كتساوي لينا رو اورو او اورو او في كا اي اون باز موبيل دون ار 1 يعني هو واحد الباز حتى هو كيتحرك. ولكن حنايا في التمرين اللي غادي نعتبروه ريفيرونسييل ابسولي هو ار وريفيرونسييل غولاتيف هو ار 1 هذا غير غادي نزيدو غادي نجبدو منو مجموعة هاد الأشياء. هنا عطاك واحد الملاحظة قالك تو لي زيكسبريسيون فيكتوريال دوافون إتر إكسبريمي دون لا باز أورو أو في كا، يعني أي حاجة جبتيها تجبدها بدلالة أورو أو في أو كا. أجي نجيبو دابا يعني نشوفو الأسئلة. في البارتي الأولى التمرين قالك ليتيود دو لا سينيماتيك دو إم باغ ديكومبوزيسيون دو موفمون، يعني هنا بشونجمون دو ريفيرونسيال. السؤال الاول قال لك ديتيرميني في دو ار دون ام لا فيتيس غولاتيف دو ام. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لا فيتيس دونترينمون دو ام. السؤال الثالث قال لك اون دو دوير لا فيتيس ابسولي. السؤال الرابع قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون غولاتيف دو ام. السؤال الخامس قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون دونترينمون. السؤال السادس قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون دو كوريوليس. السؤال السابع قال لك اون دو دوير لاكسيليراسيون ابسولي. البارتي الثانيه التمرين قال لك اتيود دو لا سينيماتيك دو ام بار كالكول ديريكت. السؤال 8 يعني هنا غادي نستعملوا غير الكالكول ديريكت يعني السينيماتيك دو بوان ماتيريال. قال لك غوتروف الفيتيس ابسولي صافي بار الكالكول ديريكت. حنا فايت جبدنا الفيتيس ابسولي هنا ودابا غادي نجبدوها بالكالكول ديريكت. وقال لك غوتروف لاكسيليراسيون ابسولي بار الكالكول ديريكت وخصهم يخرجوا لك لي زيكسبريسيون اللي هنا هما نفسهم اللي خرجوا لك من قبل صافي مزيان. بالنسبه للشكل ديالنا ها هي او ان صافي، هنا هذا هو اي هو عاود رسمو هنا يعني هذا هو إي. يعني الزاوية ما بين إي و أو أن صافي شنو هي؟ هي تيتا. والزاوية ما بين أو أن و أو غو شنو هي؟ هي غو. هنا اللي خصك تلاحظ عليه وما تمشيش مع الكور هو هذاك، يعني ما تمشيش غير حافظ الكور ديالك. حنا شنا بالنسبة لي كوردوني سيلندريك شنو شنا؟ شنا بلي الديريفي ديال أو غو سوغ دي تي باغابوغ أر اش كيساوي لينا؟ راه هو ناقص في بوان في أو في ولا هو في بوان في اوفي صافي هو في بوان في اوفي. والديريفي ديال اوفي سوغ دي تي بارابور ا ار شنو هو؟ راه هو ناقص في بوان فوا اوغ. هادشي شناه في الكور وبرهنا عليه صافي.
من درنا الفيديو ديال الكوردوني سيلندري. اذا دابا حنا خصنا نشوفوا داك ار شنو هو باش تعرف شنو هو داك ار، يعني داك الديريفي غيبقى محقق داك العلاقه، ولكن بارابور شنو بارابور شمن روبير. اذا هنا عندنا الوراق ديالنا نحطهم هنا، خصنا نعرفوا بارابور شمن روبير. اذا هادو في الاول خصنا نعرفوا بارابور، يعني الديريفي ديال اورو اوفي، حيت هو قال لك جبد لي داك الشيء بدلاله اورو اوفي، اذا خصك تجبد هذا الشيء دابا. اذا هنايا لاحظ معايا بلي اورو اوفي شنو هو المركز، يعني الا اعتبرنا عندنا ار اللي عطاه لينا في الاول شنو هو او اي جيكا، ياك هادشي اللي عطاه لينا، عطانا ار ان شنو هو اللي عنده المركز او ان، وعنده شنو يو ان، وعنده يو دو، وعنده كا، ياك هادشي اللي عطاه لينا. وعندنا دابا ار 3 شنو هو هاد ار 3 الغوبير ار 3 هو اللي فيه اورو و اوفي او كا. وانت لاحظ معايا باللي هانتي اورو من خارجه من او ا، يعني المركز ديال الغوبير شنو هو هو او ان، يعني او ان هنا اورو اوفي وهنا كا، صافي مزيان. راه مهمه هاد القضيه. اذا بالنسبه لار 1 و ار 3 فاش مشتركين في المركز ديال المعلم وعندهم كاكا، يعني بحالهاش بحال داك لي كوردوني كارتيزيان مع الكوردوني سيلندريك، صافي. يعني هنا الكوردوني كارتيزيان والكوردوني سيلندريك من شنو كان عندهم نفس المركز او كا او كا، صافي، كانوا مبدلين غير في يو 1 و يو 2، كانت هنا يو جي. ما علينا، انت ما تمشيش حافظ، حيت لا مشيتي حافظ عاد تقول ديريفي ديال اورو سور دي تي بارابور ا ار، يعني هذا هو الغوبير كارتيزيا عيبان لك حيت فيه اي وجي وكا، لا خصك تشوف شكون اللي معاه في المركز. هنا عندهم نفس المركز هو هادي وعندهم كاكا، اذا هنا بالنسبه للديريفي ديالاش ديال اورو، يعني هادي شناها في الكو ما نتعطلوش فيها، سور دي تي بارابور شنو شمن غوبير ديريفي هادي بارابور ا ار 1، صافي، حيت ار 1 هو اللي مشترك معاه في المركز. وفي داك كا بارابور ار 1 اش كيساوي لينا؟ راه هو في بوان فوا اوفي، والديريفي ديالاش ديال اوفي سوغ دي تي بارابور ار 1 اش غيساوي ليا؟ هو ناقص في بوان فوا او، انت جبتيهم دابا في الاول. بالنسبه للفيكتور دو غوتاسيون عطاه لينا هو، بالنسبه للفيكتور دو غوتاسيون عطانا واحد ولكن الثاني ما جبدوليناش، هادشي نجبدو في الاول باش نمشيو مرتاحين في التمرين. الفيكتور دو غوتاسيون لاحظ معايا، الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 1 بارابور ا ار، هانت الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 1 بارابور ا ار شنو عطاه لينا؟ عطاه لينا هو اوميغا 1 فوا كا. شنو هي اوميغا 1؟ راه هي تيتا بوان، يعني هو تيتا بوان فوا كا، مزيان. بالنسبه لهنا لاحظ معايا، الى جينا رجعنا للشكل فالزاويه هاد اوميغا 1 راه ما هي الا يعني تيتا بوان، تيطاها فين جات تيطا؟ ها تيطا هي الزاويه اللي كاينه ما بين اي 1، هي درنا الاسقاط ديال اي 1 اللي كاينه ما بين اي 1 واش و او 1. هنا الا بغيت يعني الا بغيت الفيكتور دو غوتاسيون ديال اش ديال هاد ار 2 بارابور ار 1، صافي ار 2 شنو هو؟ ار 2 هو اللي فيه اورو اوفي اوكا، صافي. الا بغيت الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 2 بارابور شنو؟ بارابور ار 1 شايكو كيساوي ليا؟ لاحظ معايا الفيكتور دو غوتاسيون، هنا ملي قلنا الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار بارابور ار 1 شنو هي الزاويه اللي كاينه ما بين اي و او 1؟ كانت تيتا، اذا الفيكتور دو غوتاسيون هو تيتا بوان فوا كا، حيت هما مشتركين في كا. ممكن تبرهن عليا اذا قال لك برهن عليا كما شفنا في الحصه السابقه. هنا بالنسبه للفيكتور دو غوتاسيون ما بين ار 1 اللي عنده او 1 و او 2 و كا و ار 2 اللي عنده اورو و اوفي و زيت تا هو عنده كا، صافي. لاحظ معايا بلي الزاويه ما بين او 1 و اورو شنو هي؟ هي هاد في، صافي، هي في. اذا الفيكتور دو غوتاسيون اش غيكون؟ هو في بوان فوا داك الشيء اللي مشتركين فيه. فاش مشتركين هما في كا، يعني هي في بوان فوا كا. اذا هذا هو الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 2 بارابور ا ار 1، صافي. وبالنسبه لحنايا هاد في بوان شنو هي في بوان؟ باش ترجع معايا رجع معايا للمعطيات، عطاك هنا في، هانت عطانا في هنا شنو هي في؟ راه هي اوميغا 2 فوا تي، مزيان، عطانا في هي اوميغا 2 فوا تي. اذا هنا الا بغينا حنايا في بوان، حيث ان اوميغا 2 شنو قال لنا على اوميغا 2؟ هيا قال لك اون فيتيس اونغولير كونستون اوميغا 2، هانت افيك او ان زد
هي لا فيتيس اونغولير كونستون اوميغا 2 تيل كو غو شنو هي اوميغا 2 فوا تي، حيت ان اوميغا 2 شنو هي راها كونستون. وبالنسبه للاوميغا 2 راه هي الزاويه ما بين او 1 و اورو، كما شفنا في الشكل اللي هي كاينه ما بين او 1 و اورو. اذا الفيكتور دو روتاسيون غيكون هو الشقاق ديال داك الزاويه مضروب في اش، يعني هي داك الفيتيس اونغولير مضروبه في داك الفيكتور اونيتير اللي مشتركين فيه اللي هو كا. اذا هنايا غو هي اوميغا 2 فوا تي. اذا اللي درنا الشقاق هنا، الشقاق ديال هاد في هادي فيه هي اوميغا 2 فوا تي، الشقاق ديال في شاي يكون هو الشقاق ديال هادي اوميغا 2 فوا تي. شنو هو الشقاق اوميغا 2 فوا تي؟ هي اوميغا 2 الشقاق تي واحد اوميغا 2 كونستون. الا بغينا هنايا في دو بوين غيكون هو الشقاق اوميغا 2 زيرو، الشقاق اوميغا 2 راه زيرو. نرجعوا لذاك تيتا بوين، شنو قال لنا؟ قال لنا بلي اوميغا 1 شنو هي اوميغا 1 راه ما هي الا تيتا بوين صافي. اوميغا 1 شنو قال لنا؟ هي اوميغا 1 هي تيتا بوان، اوميغا 1 قال لنا بلي هي كونستون. اذا الا درتي التيتا بوان زدتي درتي لها الشقاق، هي الشقاق دو اوميغا 1 اللي هي شنو؟ زيرو، حيت اوميغا 1 كونستون. اذا هادو خصك تعقل عليهم. دابا ممكن نبدا التمرين مرتاح مع راسي، جبت المعطيات داكشي كامل اللي نقدر نحتاجو، جبدتو الشقاق ديال هادو. علاش مشيت بالضبط للشقاق ديال هادو؟ حيت هو قال لي عادي تخدم كلشي بدلاله اوغو وفي اوكا، اذا خصني نكون كنعرف الشقاقات ديالهم، يعني راه نحتاجو. اذا نجيو دابا نبداو، وفي ما نحتاج هاد الورقه راه غادي نجبدها، هيا نحطها حدايا هنا. اذا بالنسبه لهنا نبداو التمرين ديالنا، عيدوا لينا هادشي. البارتي الاولى ديال التمرين شنو قال لنا في البارتي الاولى؟ L'étude de la cinématique de M par décomposition de mouvement, yani changement de référentiel. نتمنى هادشي يكون كان واضح صافي. ما عرفتش طلت الكاميرا لقيتها مضبه. المهم L'étude de la cinématique de M par décomposition de mouvement. اذا بالنسبه لواحد صغيره شنو قال لك؟ قال لك جبت الفيتيس غولاتيف. اذا عادي نجبدو الفيتيس غولاتيف. شنو كنعرفوا على الفيتيس غولاتيف؟ حنا شنو هو الغوبير غولاتيف عندنا؟ هو ار1، والغوبير ابسولي هو ار. اذا بالنسبه للفيتيس غولاتيف في دو ار دو ام، شحال كتساوي ليا الفيتيس غولاتيف؟ راه هي الفيتيس ديال داك البوان ام بارابور الغوبير غولاتيف اللي هو ار1. شنو هي الفيتيس ديال ام بارابور ار1؟ راه هي الديريفي ديالاش الفيكتور دو بوزيسيون. شنو هو لوريجين ديال ار1؟ راه هو او1 صافي، يعني كندير لوريجين وداك البوان ام فيكتور دو بوزيسيون سوغ دي تي. وهنا بارابور شنو؟ هاد الغوبير ار1. يعني هادشي اش كيساوي ليا؟ رجع معايا للتمرين. او ان ام راه طالع عطاها لينا. شنو هي او ان ام؟ او ان ام شنو عطاها لينا؟ هي غو اورو صافي. او ان ام هي غو اورو. اذا هنايا عندي رد دي سوغ دي تي ديالاش ديال تغو في اورو، وهنا بارابور ار، حيت هادي هي او ان ام. هنا غو اوغو يعني الديريفي ديال ضرب دالتين، حيت اوغو راه ما كتنتميش لهاد ار1 صافي. ار1 راه في غير او او1 يعني لوريجين ديال او1، وعندو او1 او2 اوكا. اذا هنا الديريفي ديال ضرب دالتين غيكون يعني هو الديريفي ديال الداله الاولى، يعني دي ديال غو سوغ دي تي بارابور ار1 فاش في الداله الثانيه اللي هي اوغو، زائد شنو الداله الاولى نكتبها كما هي وندير الديريفي ديال اش ديال اوغو سوغ دي تي، وهنا بارابور ار1. اذا بالنسبه للفيتيس غولاتيف ديال البوان ام شحال كتساوي ليه؟ هنا الديريفي ديال غو، غو راه هي يعني اون فونكسيون ديال لو طون، يعني الديريفي ديالها غيكون هو غو بوان فاش في اوغو، زائد هنا غو ديريفي ديال او اوغو سوغ دي تي بارابور ار1 راه جبدناه في الاول صافي، تهنينا من الاول في الاول. ديريفي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ار1 شنو هو؟ هو في بوان فوا اوفي. اذا هنايا في بوان فوا اوفي. اذا شنو هي ليكسبرسيون ديال الفيتيس غولاتيف؟ راه هي هادي صافي، راه هي هادي. خصنا نجيبو السيروات كيكتبو ما علينا. اذا نشو دوزو دابا لثانيا، نشوفو شنو قال لينا في ثانيا. ثانيا قال لك ديتيرميني الفيتيس دونترينمون. اذا بالنسبه للسؤال التالي قال لك جبد ليا الفيتيس دونترينمون ديال البوان ام. بالنسبه للفيتيس دونترينمون خصني نكون عاقل عليها صافي. انا نجيب الملخص هنا.
الفيتيس دونترينمون ها هي في الملخص شنو هي الفيتيس دونترينمون، راه هي الفيكتور دو روتاسيون. شنو هو الغوبير هنايا؟ الغوبير غولاتيف راه هو ار1، والغوبير ابسولي راه هو ار، يعني الفيكتور دو روتاسيون دو ار1 بارابور ار فيكتوريال شنو او1، يعني لوريجين ديال ار1 راه هو او1 ام، زائد شنو الفيتيس ديالاش ديال لوريجين ار1 اللي هو او1 بارابور شنو الغوبير ابسولي اللي هو ار. مزيان، اذا هنايا خصنا نجبدوا هادشي هذا كامل. اذا بالنسبه للفيكتور دو روتاسيون يعني في دو او دو ام، الفيكتور دو روتاسيون شنو عطاو لينا؟ الفيكتور دو روتاسيون عطاو لينا في التمرين، غادي نحتاجو بزاف هاد الورقه. الفيكتور دو روتاسيون يعني فيكتور دو روتاسيون ديال ار1 بارابور ار شنو هو؟ هو اوميغا 1 فوا ك، يعني هو تيتا بوان فوا ك فيكتوريال شنو؟ شنو هي الفيكتور دو بوزيسيون او ان ام؟ راه هي غو اورو، يعني فيكتوريال غو اورو، زائد شنو الفيتيس ديال او ان بارابور ار. شنو هي الفيتيس ديال او ان بارابور ار؟ راه هي الديريفي ديال الفيكتور دو بوزيسيون. شنو هو لوريجين ديال ار؟ راه هو او او، وكندير داك البوان اللي عندي هنا، يعني او او ان سوغ تي تي، وهنا بارابور شنو؟ بارابور ار، صافي بارابور ار. اذا بالنسبه ليا هنا، بالنسبه ليا هنا الفيتيس دونترينمون ديال ام شحال ليا؟ بالنسبه لهنا تيتا بوان فواغو عادي تخرج، هي تيتا بوان فواغو كا فيكتوريال اورو. هنا خصنا ندخلو داك البلاند ديال برودوي فيكتوريال، كيمشي بهاد الاتجاه اورو او في او كا، يعني بحال هكا كيمشي البرودوي فيكتوريال. حنا شنو بغينا؟ بغينا البرودوي فيكتوريال ديال كا مع اورو، كا مع اورو شنو غيكون؟ هو او في، صافي. اذا هنا او في زائد ديريفي ديال او او ان سوغ دي تي بارابور ار. شنو هي او او ان؟ او او ان راهي ا تي فوا كا، اذا هو الديريفي دي سوغ تي تي ديالاش ديال ا تي فوا كا هنا بارابور ار. مزيان، هي شنو؟ هي تيتا بوان فوا رو او في، زائد بالنسبه ل ا كونستون بوزيتيف غتخرج كا، واش كتنتمي ل ار ولا لا؟ لاحظ معايا باللي ار راه فيه اي جي كا، صافي، يعني كا راه كتنتمي ل ار، يعني فيكس بالنسبه ليه، يعني حتى هي عادي تخرج، صافي. هي في الحقيقه ما كتخرج، كنديروا لا ديريفي، الديريفي ديالها كيساوي زيرو ما كنكتبوش. وبالنسبه للشقاق يعني كيبقى لي غير الشقاق ديال تي، شحال هو الشقاق تي؟ هو واحد. اذا بالنسبه للفيتيس دونترينمون ديال ام اش كتساوي ليا؟ راه هي تيتا بوان فوا غو او في زائد ا فوا كا، وهذا هو ليكسبريسيون ديال الفيتيس دونترينمون. مزيان، هادشي راه باين لكم مزيان. اجي ندوزو دابا للسؤال الموالي. شنو قال لك السؤال؟ ثلاثة قال لك اون دو دوير الفيتيس ابسولي دو ام. اذا غنجبدو الفيتيس ابسولي، شنو هي ليكسبريسيون ديال الفيتيس ابسولي؟ راه ما هي الا الجامع ديال الفيتيس غولاتيف مع الفيتيس دونترينمون، جمعهم بجوج شنو كيعطيوك؟ كيعطيوك الفيتيس ابسولي. اذا السؤال ثلاثة غادي نجبدو الفيتيس ابسولي في دو ام دون ار دون لوبير ابسولي، اش كتساوي لينا؟ هي الفيتيس غولاتيف اللي هي في دو ام دون ار ا بلوس الفيتيس دونترينمون. اذا بالنسبه للفيتيس ديال البوان ام بارابور ار اش كتساوي ليا؟ راه هي الفيتيس ديال ام بارابور ار 1. شنو هي الفيتيس ديال ام بارابور ار 1؟ راه هي الفيتيس غولاتيف، هي الفيتيس ديال ام بارابور ار 1 هي الفيتيس غولاتيف. شنو هي الفيتيس غولاتيف؟ راه هي غو بوان فوا اورو، وهنا زائد غو في بوان فوا او في، زائد الفيتيس دونترينمون. شنو هي الفيتيس دونترينمون؟ راه هي تيتا بوان غو او في، وهنا زائد ا فوا كا. اذا بالنسبه ليا هنا الفيتيس ابسولي، الفيتيس ديال ام بارابور ار اش كتساوي ليا؟ هنا عندي اورو، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى فيها اورو، يعني هنا عندي غو بوان اورو، زائد هنا عندي اوفي، هنا عندي اوفي، وعندي غو اوفي، غو اوفي. اذا نعمل بغو اوفي، من عملت هنا بغو اوفي شنو بقات؟ بقات في بوان، ومن عملت هنا بغو اوفي شنو بقات؟ بقات تيتا بوان، وهنا زائد ا فوا كا. اذا شنو هي الفيتيس ابسولي؟ راه هي هذا هو ليكسبريسيون ديال الفيتيس ابسولي، صافي. مزيان، دابا اجي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 4 اللي قال لك ديتيرميني لاكسيليغاسيون غولاتيف.
إذا نجبدو الأكسيليراسيون غولاتيف بالنسبة للسؤال 4. أربعة نجبدو الأكسيليراسيون غولاتيف اللي هي A دو M دون R A. صافي الأكسيليراسيون غولاتيف اللي هي A دو M دون R A اللي ما هي إلا الديريفي ديالاش ديال الفيتيس غولاتيف V دو M دون R A سور تي تي هنا بارابور R A. شنو هي الفيتيس غولاتيف؟ راه هي هادي هي جبدناها يعني هي غو بوان او غو يعني هنا غتولي عندي دي سوغ تي تي ديالاش ديال غو بوان او غو زائد غو في بوان فوا او في. هادشي بارابور شنو؟ ا ار ان حيت دابا ملي كيكتب عندك لي غوبير ضروري دير بارابور شنو. حيدو هاد الورقة. اذا بالنسبة لهنا ا دو ام دون ار ان لاكسيليراسيون غولاتيف اش كتساوي ليا ديريفي ديال هادو بجوج يعني ديريفي ديال هاد الفونكسيون زائد هاد الفونكسيون دير ديريفي ديال هاد الفونكسيون زائد ديريفي ديال هاد الفونكسيون ديريفي ديال الفونكسيون يعني عندي الضرب ديال دالتين ندير ديريفي ديال الفونكسيون الاولى اللي هي غو ديريفي دو غو شنو هي ديال غو بوان ديريفي دو غو بوان راه هي غو دو بوان يعني الاشتقاق الثاني مضروبه في غو زائد شنو هاد غو بوان ياك مضروبه في الديريفي ديال اوغو ولكن بارابور ا ار ان خصك ضروري تذكر شنو الديريفي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ا ار ان شنو هي راه هي في بوان او في اذا هنا غو بوان اللي كانت هنا والديريفي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ا ار ان راه هي في بوان فوا او في صافي مزيان زائد هنا اش لاحظ معايا هذه عاوتاني ثلاثه ديال لي فونكسيون ندير الديريفي ديال الفونكسيون الاولى شنو هي الفونكسيون الاولى راه هي غو الديريفي ديال غو راه هي غو بوان مضروبه في الفونكسيون الثانيه والثالثه مضروبه في او في زائد شنو غنحط الفونكسيون الاولى كما هي ها هي يعني غو وعندير الديريفي الفونكسيون الثانيه الديريفي ديال في بوان راه هي في دو بوان فاش او في زائد عادي نحط هاد جوج ديال لي فونكسيون اللي هما غو وفي بوان وعندير الديريفي ديال او في سوغ دي تي بارابور ا ار ان شنو هو الديريفي ديال او في سوغ دي تي بارابور ا ار ان راه هو ناقص في بوان فوا اورو اذا هنايا ناقص في بوان فوا اورو مزيان اذا بالنسبه لاكسيليراسيون غولاتيف ا دو ام دون ار ان اش كتساوي ليا راه هي غو بوان فوا اورو لاحظ معايا هنا بلي عندك غو بوان في بوان او في غو بوان في بوان او في اذا جوج غو بوان في بوان او في زائد هنا عاوتاني عندك هنا غو في دو بوان او في وهنا هاد الناقص غتخرج ها هي عندي هنا غو في بوان في بوان هي في بوان او كاري فاش في اورو مزيان اذا بالنسبه لاكسيليراسيون غولاتيف دابا نعمل ب او في اورو شنو هي لاكسيليراسيون غولاتيف هنا نعملو مثلا بهاد اوغو مي نعملت هنا باوغو شنو بقات بقات غو دو بوان هنا مي نعملت باوغو شنو بقات ناقص غو في بوان او كاري فاش هادشي في اوغو زائد عاوتاني هنا عمل باوفي هنا مي نعملتي باوفي شنو بقات بقات جوج غو بوان في بوان صافي مي نعملتي باوفي بقات جوج غو بوان في بوان هنا مي نعملتي باوفي شنو بقات بقات غو في دو بوان هادشي كامل فاش في اوفي اذا بالنسبه لاكسيليراسيون غولاتيف شنو هي راه هي هادي صافي لاكسيليراسيون غولاتيف هذا هو ليكسبريسيون ديالها اذا كل مره نطلع للكاميرا باش نشوف هادشي واش كيبان اذا دابا جي ندوزو علاش ندوزو مثلا نشوفوا السؤال الموالي اش كيقول لنا اللي هو خمسة اللي قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون دونترينمون اذا ندوزو لاكسيليراسيون دونترينمون شوفوا ليكسبريسيون ديالها تاعي اذا نشوفوا لاكسيليراسيون دونترينمون خمسة لاكسيليراسيون دونترينمون ديال البوان ام ليكسبريسيون ديال انطلاقا من الملخص شوفوا ليكسبريسيون ديالها لاكسيليراسيون دونترينمون هي هذه الاخيره طويله هي اش هي لاكسيليراسيون ديال لوريجين ديال ار1 لاكسيليراسيون ديال لوريجين ديال ار1 شنو هو لوريجين ديال ار1 راه هو او1 بارابور شنو بارابور ار زائد ديريفي ديال هاد الفيكتور دو روتاسيون ديريفي دو فيكتور دو روتاسيون ديال ار1 بارابور ار فيكتوريال شنو لوريجين ديال ار1 اللي هو او1 ام زائد هنا
فيكتور دو روتاسيون ديالاش ديال ار 1 بارابور ا ار فيكتوريال شنو؟ فيكتور دو روتاسيون ديالاش ديال ار 1 بارابور ا ار فيكتوريال شنو؟ او 1 ام لوريجين ديال ار 1 ام. اذا نحط هي العلاقه وغادي نبداو نطبقوا في هذا الشيء هذا. اذا بالنسبه لهنا لاكسيليراسيون دونترينمون اش كتساوي ليا بالنسبه لاكسيليراسيون ديال او 1 بارابور ا ار شنو هي؟ ما هي الا الديريفي ديال الفيتيس ديال او 1 سوغ دي تي وهنا بارابور ا ار زائد شنو هنا الديريفي ديال اش ديال الفيكتور دو روتاسيون بارابور ا ار. شنو هو الفيكتور دو روتاسيون؟ بالنسبه للفيكتور دو روتاسيون لاحظت معايا الفيكتور دو روتاسيون يعني هذه ندير لها الديريفي ديريفي ديال الفيكتور دو روتاسيون ديال ار 1 بارابور ا ار يعني عندير الديريفي هذه بارابور ا ار ك راه فيكس بالنسبه ل ار هي خرجات عندير عيد ديريفي لتيتا هي تيتا دو بوين. تيتا دو بوين شحال قلنا؟ تيتا دو بوين هي زيرو ولكن كتبها له هنا كتب له بعدا بلي هي تيتا دو بوين فوا ك فيكتوريال اش او 1 ام. شنو هي او 1 ام؟ خصني نرجع للتمرين. بالنسبه ل او 1 ام شنو هي؟ غو او يعني فيكتوريال غو او غو زائد الفيكتور دو روتاسيون شنو هو؟ هو تيتا بوان فوا كا فيكتوريال هنا الفيكتور دو روتاسيون اللي هو تيتا بوان فوا كا فيكتوريال او 1 ام. شنو هي او 1 ام؟ راه هي غو او غو. صافي مزيان. بالنسبه لهنا بالنسبه لهاد الفيتيس ديال او 1 بارابور ا ار خرجناها من قبل ولا لا؟ خصني نرجع نشوف الفيتيس ديال او 1 بارابور ا ار كنظن خرجناها من قبل لكن فاش من ورقه الفيتيس ديال او 1 بارابور ا ار هاهي الفيتيس ديال او 1 بارابور ا ار شنو هي؟ هي الديريفي ديال او 1 سوغ دي تي بارابور ا ار. شنو هو الديريفي ديال او 1 سوغ دي تي بارابور ا ار؟ هو الديريفي ديال ا تي ك سوغ دي تي بارابور ا ار اللي خرج لينا شنو؟ يعني الفيتيس شحال خرجت لينا هاد الفيتيس؟ راه هي ا فوا ك. اذا هنا الديريفي ديال الفيتيس الفيتيس راه هي ا فوا ك. اذا هنايا غيكون الديريفي يعني لاكسيليغاسيون دونترينمون ديال ام راه ما غاتكون الا الديريفي ديال ا اللي هي كونستانت بوزيتيف فوا ك سوغ دي تي وهنا بارابور ا ار زائد هنا قلنا تيتا دو بوان هي اوميغا 1 بوان واوميغا 1 راه كونستانت الشقاق ديالها زيرو. اذا هذه كامله مشات لزيرو بقات ليا هنا عير تيتا بوان فوا كا فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال هنا تيتا بوان فوا غو غادي تخرج تيتا بوان فوا غو وبالنسبه لكا فيكتوريال اوغو كا فيكتوريال اوغو غادي نرجعو غادي نكتبو هنا اوغو هنا اوفي وهنا كا البرودوي فيكتوريال كيمشي بهذا الاتجاه. اذا بالنسبه لكا فيكتوريال اوغو شنو هي؟ هي اوفي. صافي مزيان. بالنسبه لهنا ا يعني ا كونستون بوزيتيف ك فيكس بالنسبه لار حيت كتنتمي ليه يعني الديريفي ديالتهم شحال غيكون؟ زيرو. اذا هادي زيرو. اذا بالنسبه لاكسيليغاسيون دونترينمون ديال البوان ام شحال تكون كتساوي ليا هنا؟ هنا عاوتاني غتبقى ليا عير هادي فيكتوريال هادي هنا تيتا بوان يعني هاد تيتا بوان يعني يبقاو غير لي فيكتور فيكتوريال يعني تيتا بوان في تيتا بوان هي تيتا بوان او كاري وغو حتى هي عادي تخرج غتبقى لي كا فيكتوريال اوفي. هانتي كا فيكتوريال اوفي شوف في الاتجاه المعاكس يعني تساوي لي ناقص او. اذا هنا ناقص او. اذا بالنسبه لاكسيليغاسيون دونترينمون ديال ام شحال تساوي ليا؟ راه ما هي الا ناقص غو تيتا بوان او كاري فوا او. اذا هذا هو الاكسبرسيون ديال لاكسيليغاسيون دونترينمون. بالنسبه للسؤال الخامس صافي هاد الورقة خصني نخليها حيت لاكسيليغاسيون غولاتيف خرجناها دونترينمون خرجناها. دابا ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال السادس. شنو قال لنا السؤال السادس؟ قال لك ديتيرميني لاكسيليغاسيون دو كوريوليس. نجبدو لاكسيليغاسيون دو كوريوليس تخلي الورقة هنا كسرو هاد الوراق لاكسيليغاسيون دو كوريوليس بالنسبه للسؤال السادس لاكسيليغاسيون دو كوريوليس ديال البوان ام. بالنسبه لاكسيليغاسيون دو كوريوليس انطلاقا من الملخص شنو هو ليكسبرسيون ديالها؟ هي جوج الفيكتور دو روتاسيون جوج الفيكتور دو روتاسيون ديال ار 1 اللي هو الغوبير ابسولي بارابور ا ار فيكتوريال شنو؟ الفيتيس دو ام بارابور ا ار. شنو هي الفيتيس ديال ام بارابور ا ار 1 اللي هو الغوبير غولاتيف؟ هذه هي الفيتيس غولاتيف.
صافي. والفيتيس غولاتيف راه جبناها من قبل، غادي نرجعو غير للوراق. ها هي الفيتيس غولاتيف، هذا هو ليكسبريسيون ديالو. اذا هنا تكون عندي لاكسيليغاسيون دو كوريوليس ديال تام، شنو هي؟ راه ما هي الا جوج. شنو هو الفيكتور دو غوتاسيون؟ الفيكتور دو غوتاسيون راه ما هو الا تيتا بوان فوا كا. الفيكتور دو غوتاسيون دي ار ان بارابور ا ار. فيكتوريال هنا شنو؟ لاحظ معايا بلي في دو ام بارابور ا ار ان راه هي انتي في دو ام بارابور ا ار ان راه ما هي الا الفيتيس غولاتيف. ليكسبريسيون ديال الفيتيس غولاتيف راه هو هذا، يعني هو غو بوان فوا او غو بلوس غو في بوان فوا او في. اذا هذا هو ليكسبريسيون ديالاش ديال الفيتيس غولاتيف. اذا هنا ما تبقى غير برودوي فيكتوريال. اذا هنا خصني نحط حدايا داك عندي هنا اوغو او في او كا، هادي بهذا الاتجاه هذا. اذا بالنسبه لاكسيليغاسيون دو كوريوليس ديال البوان ام شنو هي؟ هنا عندي جوج، يعني هنا بحال اللي كتنشر البرودوي فيكتوريال، هنا جوج تيتا بوان، وبالنسبه لهاد في بوان حتى هي غادي تخرج في بوان ولا غو بوان هنا، يعني غو بوان هي غادي تخرج. غتبقى لي كا فيكتوريال اوغو، كا فيكتوريال اوغو شنو هي؟ هي او في. وهنا عندي واحد البلوس، ها هي جوج تيتا بوان مضروبه في اش، مضروبه في هاد غو في بوان، وشنو عندي؟ كا فيكتوريال او في. هانتي كا فيكتوريال او في عكس الاتجاه، اذا هي ناقص اوغو. صافي. اذا بالنسبه لاكسيليغاسيون دو كوريوليس ديال البوان ام اش كتساوي ليا؟ راه ما هي الا جوج تيتا بوان هنا غو بوان او في زائد اش زائد جوج تيتا ولا جوج غو تيتا بوان في بوان. هنا كان خصنا نخرج واحد ناقص حسن، صافي هي ناقص ناقص تخرج هنا تبقى لي في او. اذا هادي هي لاكسيليغاسيون دو كوريوليس. بالنسبه للسؤال رقم 6، دابا ندوزو للسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 اللي قال لك اون دو دوير لاكسيليغاسيون ابسولي. اذا هذا اخر سؤال بالنسبه لليتود دو لا سينيماتيك دو ان بار دي كومبوزيسيون دو موفمون. اذا نجيو نشوفوا هذا السؤال رقم 7. هذا اسهل سؤال حيت انت صعيب دوزتي. غنشوفوا الفيتي لاكسيليغاسيون ابسولي، يعني لاكسيليغاسيون ديال ام بارابور شنو؟ بارابور ا ار، بارابور ا لغوبير ابسولي. اش كتساوي ليا؟ هي لاكسيليغاسيون غولاتيف، يعني لاكسيليغاسيون دو ان بارابور ا ار ان بلوس لاكسيليغاسيون دونترينمون ديال البوان ام بلوس لاكسيليغاسيون دو كوريوليس. صافي. اذا هنا نجمعوهم. اذا بالنسبه ليا هنا لاكسيليغاسيون دو ام بارابور ا ار اش كتساوي ليا؟ هنا شوف غنعمل بداك الشيء اللي فيه اوغو او في. صافي. او في اوغو بالنسبه لي لهم بثلاثه، بالنسبه لي زاكسيليغاسيون اللي من قبل لاكسيليغاسيون غولاتيف دونترينمون ها هي. اذا بالنسبه لذاك الشيء هنا اللي مضروب في اوغو، صافي اللي مضروب في اوغو بالنسبه لاكسيليغاسيون، حيت هنا عندنا لاكسيليغاسيون غولاتيف زائد لاكسيليغاسيون دونترينمون زائد لاكسيليغاسيون دو كوريوليس ديال البوان ام، ياك حنا غنعملو بداك اوغو. مين عملتي هنا باوغو شنو بقات؟ بقات هنا غو دو بوان موان غو في بوان او كاري، هادي بالنسبه لاكسيليغاسيون شنو؟ غولاتيف. دوز لاكسيليغاسيون دو كوريوليس داك الشيء اللي مضروب في اوغو، في لاكسيليغاسيون دو كوريوليس داك الشيء اللي مضروب في اوغو شنو هو؟ هو ناقص جوج هنا غو تيتا بوان هنا في بوان. مزيان اوغو مزيان. اذا حنا اصلا معملين باوغو. بقات لينا اخر وحده غادي ندوزو ليها، هي لاكسيليغاسيون دونترينمون. بالنسبه لاكسيليغاسيون دونترينمون اصلا عندها غير بدلاله اوغو. شنو هو داكشي اللي مضروب في اوغو؟ هو ناقص ناقص هنا غو تيتا بوان او كاري، وهادشي كامل عملنا باش باوغو. مزيان. زائد عاوتاني نعملو باش باوفي. هنا بالنسبه لاكسيليغاسيون دونترينمون ما كايناش اوفي، بالنسبه لاكسيليغاسيون غولاتيف اوفي ها فاش مضروبه؟ مضروبه في جوج في ولا غو بوان في بوان زائد غو في دو بوان. مزيان. هادشي فاش مضروبه هنايا لاكسيليغاسيون غولاتيف. شوفوا لاكسيليغاسيون دو كوريوليس فاش عندها مضروبه داك اوفي، فاش مضروبه في جوج تيتا بوان غو بوان اوفي. اذا هنا تعمل اوفي. اذا بالنسبه لاكسيليغاسيون غولاتيف راه هذا هو ليكسبريسيون ديالته. لاكسيليغاسيون غولاتيف ما هي الا غو دو بوان ناقص غو في بوان او كاري ناقص جوج غو في بوان غو بوان ناقص غو في تيتا بوان او كاري او غو زائد هنا جوج
رو بوان في بوان زائد رو في دو بوان زائد جوج تيتا بوان رو بوان فوا او في صافي. دابا غادي ندوزو للبارتي الثانية ديال التمرين اللي هي ليتود سينما ليتود سينيماتيك دو ام بار كالكول ديال. وهنا هاد في دو بوان يا تيتا دو بوان يا في دو بوان شحال كيساوي زيرو ممكن نضرب عليها صافي راه كتساوي لينا زيرو ممكن نضرب عليها حتى في داكشي اللي خرج لك من قبل بحالاش بحال داك لاكسيليراسيون غولاتيف انت خرجت لك هنا هاد هنا غو دو بوان ولا في دو بوان سيم بلاتي حيت غو دو بوان ما ضربش عليها لا ماشي غو دو بوان اللي عضرب عليها في دو بوان حيت حنا عارفين في دو بوان كتساوي زيرو اذا ماشي هادي اللي غتساوي زيرو هاي في دو بوان اللي غتساوي زيرو هادي صافي ممكن تضرب عليها حتى هنا اما غو دو بوان ما تساوي زيرو اذا بالنسبه ليا هنا هادي هي لاكسيليغاسيون ابسول. اجي دابا ندوزو للسؤال الموالي او لا التمرين الموالي ممكن نقلبو هنا. اذا بالنسبه للبارتي الثانيه التمرين شنو قال لك؟ قال لك ليتيود دو لا سينيماتيك دو ان بار كالكول ديريكت يعني نستعملو السينيماتيك دو بوان. الاول استعملنا الشونجمون دو ريفيرونسيال لوا دو ديكومبوزيسيون ديال الفيتيس و لاكسيليغاسيون دابا غادي نستعملو هي الميثود ديريكت صافي. اذا بالنسبه للثمانيه قال لك غوتكوفي لاكسيليغاسيون ابسولي بار كالكول ديريكت يعني نعاودو نحسبو داك لاكسيليغاسيون ابسولي بالكالكول ديريكت. اذا بالنسبه لهنا البارتي الثانيه ديال التمرين غنشوفو ثمانيه نشوفو لاكسيليغاسيون اللي هي في دو ام دون ار. بالكالكول ديريكت شنو هي في دو ام دون ار؟ راه هي الديريفي شنو هو لوريجين ديال تيغ راه هو او هاد البوان ام سوغ تي تي يعني ديريفي دو فيكتور دو بوزيسيون بارابور ا ار ياك هادشي اللي كنعرفو حنا. هاد او ام انا ما عنديش ولكن الا لاحظتي معايا في التمرين راه عطانا شنو عطانا او او ان وعطانا او ان ام. اذا هنا الغولاسيون دو شارل عتقدر تفكني هنا صافي. اذا نجي نطبقو الغولاسيون دو شارل شنو كيقول ليا شارل؟ كيقول لك بلي الا كان عندك واحد الفيكتور او ان ممكن تدخل واحد البوان الا بغيتي. حنا ندخلو او ان حيت هنا في التمرين عندنا لي زيكسبرسيون بدلاله او ان يعني او او ان زائد او ان ام. اذا بالنسبه لاو ام شحال كتساوي ليا؟ او ام هي او او ان. شنو هي او او ان؟ او او ان هي ا تي كا ا تي كا بحيث ان ا واحد الكونستون بوزيتيف و تي هو لو طون. وبالنسبه لاو ان ام شنو هي؟ هي غو او هنا زائد غو او مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نرجع وغادي نعوض داك او ام باش بهادشي اللي كيساويها. اذا بالنسبه لهنا الفيتيس ابسولي يعني في دو ام دون ار اش كيساوي ليا؟ هو دي سوغ تي تي ديال اش ديال ا تي كا بلوس غو او. وهنا بارابور ا ار اذا بالنسبه ل في دو ام دون ار لاحظ معايا بلي ا كونستون بوزيتيف كتخرج. بالنسبه لك هاد الفيكتور يونيتير راه كينتمي لار حيت ار راه فيه اي جي كا يعني راه كاينه في ار يعني راه فيكس بالنسبه لي يعني كيخرج. وبالنسبه للتي راه لو طون ديريفي ديال تي شحال هو؟ هو واحد يعني الديريفي ديال هادي راه هو ا كا. هنا زائد الديريفي ديال هادي ديال غو او يعني هنا مركب دالتين غيكون هو الديريفي ديال غو سوغ دي تي بارابور ار اللي هو غو بوان مضروبه في الثانيه اللي هي او غو زائد شنو هاد غو في الديريفي ديالاش في الدي ديالش اوغو سوغ تي تي بارابور ا ار. عندك دير واحد الكارثه هنا وتجي تقول له بلي الديريفي ديال اوغو سوغ تي تي بارابور ا ار انا عارفك اش غادي تقول له. تقول الديريفي ديال اوغو سوغ تي تي بارابور ا ار راه هو في بوان او في. الا 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 حنا كنعرفوا بلي لوريجين ديال ار 1 و ار 2 ولا ار 3 ولا سميه اللي بغيتي راه هما اللي بحال بحال صافي. يعني الديريفي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ا ار 1 اللي كيساوي لينا في بوان فوا او في. اذا هنايا انا عندي بارابور ا ار ما عندي حتى شي معلومه على هاد الديريفي. اذا هنا خصني نجي نحسب هذا بداك الغولاسيون دوبور. اش كتقول لي هذيك الغولاسيون دوبور؟ ان دي دو اي سوغ دي تي بارابور واحد الغوبير ار اما هو الا دي دو اي سوغ دي تي بارابور الغوبير ار 1 بلوس الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 1 بارابور ار فيكتوريال شنو؟ هاد الفيكتور اللي هو اي. غنطبقها هنايا يعني نجي نحسب هادي دي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ار غنحولها لار 1 هي دي ديال اوغو سوغ دي تي بارابور ار 1 هنا فيكتوريال شنو ولا بلوس عفوا بلوس الفيكتور دو غوتاسيون ديال ار 1
par rapport à R vectoriel شنو vectoriel هاد اورو هاد فيكتور هاد اذا بالنسبه لهنا الدي ديال اورو سور دي تي par rapport à R ش تساوي ليا بالنسبه للدي ديال اورو سور دي تي par rapport à R1 دابا هي نقدر نقولوا باللي هي في بوين او في وهنا زائد شنو هو الفيكتور دو روتاسيون دو R1 par rapport à R هو تيتا بوين فوا كا فيكتوريال شنو اورو مزيان شنو هو هاد كا فيكتوريال اورو كا فيكتوريال اورو ما هو الا اوفي هانتي اورو اوفي او كا برودوي فيكتوريال كيمشي في هذا الاتجاه يعني كا فيكتوريال اورو راه ما هي الا اوفي اذا هنا كا فيكتوريال اورو ما هي الا اوفي اذا بالنسبه لهنا دي ديال اورو سور تي تي بارابور ا ار راه ما هي الا في بوين اوفي بلس هنا تيتا بوين بالنسبه لكا فيكتوريال اورو راه ما هي الا اوفي اذا هادي اش كتساوي ليا هنا اوفي اوفي نعمل غتولي هي او بوين بلس تيتا بوين هادشي كامل فاش في اوفي اذا الديريفي ديال اورو سور دي تي بارابور ار ما هو الا ما هو الا في بوين بلس تيتا بوين فوا اوفي مزيان ونجي نعوضها هنا اذا نجي نعوضوها اذا في فيتيس هنا 8 في دو ام دون ار اش كتساوي ليا راه ما هي الا ا فوا كا زائد هنا رو بوين اورو زائد رو هنا عامل اش شحال كتساوي لنا دي ديال اورو سوغ دي تي بارابور ار راه ما هي الا تيتا بوين بلس في بوين فاش في اوفي وهنا راه ممكن نشر ولا نخليها بحال هكا اللي بغيت انا غنشر مثلا في دو ام دون ار اش كتساوي ليا راه ما هي الا ا فوا كا بلس هنا غو بوين اورو بلس هاد اوفي تخرج يعني هنا تولي ليا تيتا بوين بلس في بوين وهنا فغو اورو صافي اذا هذه هي الفيتيس ابسولي خصك ترجع تقارن مع الفيتيس ابسولي خرج لك من قبل تلقاهم نفسهم حيت علاش حيت الكالكول ديال الفيتيس والاكسيليراسيون انديبوندون دو شوا دو ديال الريفيرونسيال يعني راه ما متعلقش بالاختيار ديالك للريفيرونسيال ولا بالطريقه اللي حسبتي دائما خصو تخرج لك نفس النتيجه هنا دابا عاوتاني من بعد ما جبدنا الفيتيس ابسولي نجبدو الاكسيليراسيون ابسولي نسبو السؤال 9 التمرين 9 ولا فين هو 9 شنو قال لك قال لك غو تكوف لاكسيليراسيون ابسولي بار كالكول ديريكت يعني نخرجوها بكالكول ديريكت اذا بالنسبه ل 9 نخرجوا لاكسيليراسيون دو ام دون ار الطريقه العاديه شنو هي هي الديريفي ديالاش ديال الفيتيس دو ام يعني الديريفي ديال الفيتيس ابسولي سوغ تي تي بارابور ا ار الفيتيس هي هادي ندير لها الديريفي اذا بالنسبه لاكسيليراسيون دو ام دون ار ما هي الا دي سوغ تي تي نعاود بالاكسبريسيون ديال في دو ام دون ار اللي هي ا ك بلس غو اورو وهنا بلس شنو تيتا بوان بلس في بوان رو وهنا راه اوفي ياك هنا راه اوفي ها هي اوفي اوفي صافي مزيان هادي ندير لها الديريفي بارابور ا ار بالنسبه للديريفي ديال ا ك بارابور ا ار ك كتنتمي لار يعني فيكس بالنسبه ليه بالنسبه ل ا كونستون بوزيتيف كتبقى لي ا في دي دو ك سور دي تي بارابور ا ار دي دو ك سور دي تي بارابور ا ار ك فيكس بالنسبه لار الديريفي ديالها زيرو اذا هادي راه مشات الزيرو الديريفي ديال اذا نهتمي بهادو يعني بالنسبه ل ا دو ام دون ار شحال تساوي ليا هنا عندي الديريفي ديال يعني عندي جوج ديال لي فونكسيون ندير الديريفي ديال كل فونكسيون على حده الديريفي ديال الفونكسيون الاولى يعني الديريفي ديال غو بوين راه هي غو دو بوين مضروبه في الفونكسيون الثانيه اللي هي اورو زائد هاد غو بوين مضروبه في الديريفي ديال اورو يعني تي ديال اورو سور تي تي بارابور شنو بارابور ا ار بلس هنا عندي ثلاثه ديال لي فونكسيون عندي الديريفي ديال الفونكسيون الاولى مضروب في داك جوج ديال لي فونكسيون زائد ديريفي الفونكسيون الثانيه مضروب في داك كنبقى ماشي هكا يعني ندير الديريفي ديال هاد الفونكسيون الاولى الديريفي ديال تيتا بوين زائد في بوين يعني هي الديريفي ديال تيتا بوين اللي هي تيتا دو بوين زائد ديريفي في بوين اللي هي في دو بوين مضروبه في اش في غو او في زائد اش نحط هاد الاولى كما هي يعني تيتا بوين بلس هنا في بوين وبرا ندير الديريفي لهاد الفونكسيون الثانيه اللي هي غو في اللي هي غو بوين ديريفي دو غو هي غو بوين مضروبه في اوفي زائد نخلي هاد الفونكسيون الاولى كما هي يعني تيتا بوين بلس في بوين والفونكسيون الثانيه كما هي وندير الديريفي الفونكسيون الثالثه اللي هي شنو اللي هي اوفي يعني دي ديال اوفي سور دي تي
بارابور ار تي هذه ما عرفاش يعني خصني نطبق داك الغولاسيون دو بور هنا بعدا هاد تيتا بوان شحال قلنا زيرو وبالنسبه لهاد في بوان شحال هي زيرو اذا هذه كامله فين مشات لزيرو صافي مزيان اذا بالنسبه ليا هنا كان خصنا نجيب ورقه جديده اذا بالنسبه ليا هنا حيد هاد الورقه تحت هنا من هاد الورقه غادي نحتاج غير الديريفي ديال او غوسور دي تي بارابور ار شنو هو ما هو الا في بوان بلوس تيتا بوان فوا او في صافي يعني هادي غنبدلها بتيتا بوان بلوس في بوان فوا او في اذا بالنسبه لهنا تولي ليا ا دو ام دون ار راه ما هي الا شنو ما هي الا غو دو بوان فوا او زائد هنا غو بوان وهادي باش غنبدلها بتيتا بوان بلوس في بوان فاش اوفي وهنا بلوس هنا راه عندي اصلا تيتا بوان بلوس في بوان فاش فغو بوان اوفي صافي وهنا زائد هاد تيتا بوان بلوس في بوان فواغو دي ديال اوفي سوغ تي تي وهنا بارابوغ ار هادي اللي خصني دابا نحسبو صافي اذا بالنسبه لهنا دي ديال اوفي sur dt par rapport à r la relation de bord راه هي d ديال اوفي sur dt par rapport à ra plus le vecteur de rotation ديال ra par rapport à r vecteur ديال شنو هاد الفيكتور اللي هو اوفي بالنسبه لهنا d ديال اورو sur ديال d ديال اوفي sur dt par rapport à r شنو هي d ديال اوفي sur dt par rapport à r1 شنو هي راه هي ناقص في بوان فوا اورو اذا ناقص في بوان فوا اورو صافي وهنا زائد الفيكتور دو روتاسيون شنو هو تيتا بوان فوا كا فيكتوريال شنو اوفي البرودوي فيكتوريال اورو اوفي كا كيمشي بهاد الاتجاه مزيان يعني حنا دابا شنو عندنا كا فيكتوريال اوفي كا فيكتوريال اوفي يعني عكس الاتجاه يعني هي ناقص اورو اذا بالنسبه للتي ديال اوفي سوغ تي تي بارابور ار اش كتساوي ليا هنا ناقص في بوان اورو وهنا كا فيكتوريال او في هي ناقص اورو يعني ناقص تيتا بوان اورو الى عملنا هنا بناقص صافي بناقص اورو اورو يعني ناقص هنا ندخل شي يبقى لي يبقى لي هاد في بوان بلس تيتا بوان وبرا راه عملت تب اورو يعني عملت بناقص اورو ناقص اورو صافي اذا هذا شنو هي هذه هي دي ديال اوفي سوغ دي تي par rapport à R. هذا هو الاكسبرسيون ديالته مزيان اذا هاد دي ديال اوفي سو دي تي بارابور ا ار راه نبدلو بهاد الشيء هذا اذا هنا نكتبو هاد الشيء هذا اذا بالنسبه للاكسيليراسيون ابسولي ا دو ام دون ار اش غيساوي ليا شوف هاد الشيء مزيان راه كيبان ا دو ام دون ار شنو هي رو دو بوان اورو وهنا زائد اش هنا لاحظ معايا عندك غو بوان عامل تيتا بوان بلس في بوان او في بلس هنا شنو غو بوان بلس في بوان فاش غو بوان او في يعني هادي زائد نفسها شحال هي جوج هنا غو بوان تيتا بوان بلس في بوان فاش او في وهنا زائد شنو هاد تيتا بوان بلس في بوان فوا رو وهاد دي ديال اوفي سوغ دي تي بارابور ار شنو هي هي ناقص هايا ناقص اش هنا في بوان بلس تيتا بوان هنا او صافي مزيان اذا دابا ما بقى ليا غير نحسب هادي يعني ا دو ام دون ار اش كتساوي ليا راه هي في ولا غو دو بوان اورو زائد جوج رو بوان عامل تيتا بوان بلس في بوان او في وهنا ناقص حيت ناقص غتخرج هنا عندي تيتا بوان بلس في بوان تيتا بوان بلس في بوان شحال هي هي او كار يعني تيتا بوان بلس في بوان او كار هنا هاد غو ها هي وهنا تيتا بوان بلس في بوان او كار هادشي فاش مضروب في او صافي هادشي مضروب في او هنا عندي اورو هنا عندي اورو نعمل بها اش غتبقى ليا ا دو ام دون ار اش كتساوي ليا هنا هاد جوج
جوج شنو جوج هاد رو بوان عامل تيتا بوان بلوس هنا في بوان فاش او في وهنا هاد اورو مع اورو يعني نعملو بها زائد هنا من عملت باورو شنو بقات بقات هاد رو دو بوان وهنا من عملت باورو شنو بقات بقات ناقص هاد رو عامل تيتا بوان بلوس في بوان او كاري هادشي كامل فاش في او اذا هذا هو ليكسبرسيون ديالها ديال لاكسيليراسيون ابسولي صافي اذا لاكسيليراسيون ابسولي هذا هو ليكسبرسيون ديالها وكا كنكونو سالينا هاد الامتحان هذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع امتحان اخر بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال صافي حتى الحصه مقبله نشوفوا شي امتحان ثاني ندربوا عليه حتى هو اذا على حصه مقبله ان شاء الله.